طب صباحكم مشاهدينا، نحن معكم على الهواء مباشرة، وتحدي جديد يستدعي منكم المتابعة والاهتمام وفهم ما ينتظرنا، وتحدي لنا جميعا. مرحبا. حملة ذات رسالة إنسانية سامية احتضنتها مدينة طنجة نهاية الأسبوع الماضي، حملة باروكة أمل لفائدة الأطفال مرضى السرطان بمبادرة من مؤسسة حرير الريادية للتنمية المجتمعية وسفيرتها بالمغرب الممثلة الطفلة لينا أكدور. الحملة التي عرفت توافد المئات من المتطوعين من مختلف مدن المغرب بهدف توفير أزيد من 100 باروكة لفائدة المصابين بالسرطان من أجل التخفيف من معاناتهم، خاصة خلال فترة العلاج بالكيماوي والتي يفقدون فيها شعرهم مما يؤثر على نفسيتهم. واليوم يسرني أن أستضيف معنا هنا في البلاتو سفيرة الحملة بالمغرب الفنانة الطفلة لينا أكدور. مرحبا. شكرا. كنبغي نشكر بزاف ميديا ان تي في على حسن الاستضافه، وبغيت نقول لك انا جد سعيده بالتواجد ديالي اليوم معك في بلاطو. وانا جد 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 سعيده لاول مره استضيف طفله في برنامج. مرحبا، هذا شرف. شكرا. 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 ومن عمان ينضم الينا رئيس منظمه حرير السيد نهاد دباس. مرحبا سيدي. اهلا، مرحبا، صباح الخير، شكرا للاستضافه، شكرا لتسليط الضوء على العمل الإنساني والمجتمعي والوطني. ودولة المغرب هي صديقة، ويعني احنا بنسلط الضوء على كل المبادرات الإنسانية التي تقوم عليها حرير. مرحبا، نورتنا. طيب مشاهدينا، قبل ان نبدا في تحدي اليوم نشاهد هذا المقتطف لحوار سابق لضيفة هذا العدد الطفلة لينا، نشاهدنا نعاودها. أنا جد سعيدة بأن حملة باروكة أمل تلقت واحد النجاح كبير من مدينة طنجة، وإن شاء الله ما تكونش غير في طنجة، تكون في عدة مدن مغربية أخرى، وفرحانة بزاف كذلك حيث أنني سفيرة لمنظمة حرير، واحد منظمة اللي كتهتم بأطفال مرضى السرطان، الله يشافيهم يا ربي ويعافيهم. نتمنى أننا نكونوا ساعدناهم ونكونوا خففنا عليهم شوية من الآلام النفسية ديالهم. وكنبغي نشكر بزاف وكنبغي نحيي أي طفل وأي طفلة مع اللي جاو مع الاباء ديالهم باش انهم يتبرعوا بالشعر ديالهم. صراحه فرحت بزاف ملي شفت كاين بزاف ديال الاطفال وبزاف ديال الاباء واللي جاو من عده مدن مغربيه بحال العرائش، اللي جا من تطوان، اللي جا من طنجه، فكنبغي نحييهم بزاف وكنبغي نقول لهم شكرا بزاف. نعود جديدا لكم مشاهدينا والطفله لينا. لينا، كيف تلقيت اختيارك كسفيره لمنظمة حرير وانخراطك أيضا في مبادرة باروكة أمل؟ وصفنا الإحساس ديالك. صراحة أنا جد سعيدة حيث أنه تم الاختيار ديالي كسفيرة لمنظمة حرير. ما ننسوش كذلك أن من أهداف المنظمة هي الاهتمام بأطفال مرضى السرطان في الوطن العربي، فأنا أي حاجة كيكون فيها الأطفال ما كنترددش أنه نشارك فيها، ما تنسى حتى أنا طفلة. طيب عايزين نرجع معك لنقاط أخرى لنا، ولكن دعيني أنتقل لسيد نهاد. وراء كل عمل إنساني قصة، نود أن نتعرف عن قصة منظمة حرير. نعم، طبعا حرير هي انبثقت من نقول الأطفال وقصة شخصية. كان متوفي خالي الصغير، فاحنا كنا نلعب مع بعض، فطلعت فكره حرير ان تدعم كل فئات المجتمع الذي نقوم عليها. انا من خبرتي بعالم التجميل من 1999 في نقول الشعر اللي عم بنكب على الارض، احنا نقدر نعمل له ريسايكل ونقدر نصنعه ونقدر نقدمه لكل مجتمعات العالم العربي والذي يحتاج الى باروكه الامل بشكل مجاني. من أهداف حرير للتنمية المجتمعية الريادية الإنسانية في مختلف المناطق ومختلف المدن ومختلف الدول، لأجل أن نكون نقول داعم نفسي ومعنوي للأطفال جميعا. فهذا شيء مهم جدا أنه إحنا نسلط الضوء على جميع المبادرات وجميع العمل الإنساني في جميع كل دول العالم، وكانت انطلاقا من المغرب
شكرا للمغرب، شكرا لدولة المغرب كاملة، وشكرا لكل اللي قاموا على المبادرة، ونشكر كمان لين لأنه إحنا لين نعتز فيها لأنها إنسانة عم تعمل الشيء من قلبها، فهذا شيء ممتاز إنه تعمل غير بين الأطفال التانيين أن يكونوا عندهم، نقول دعم للأطفال التانيين. المساواة هي مهمة جدا، المساواة للطفل لأجل أنه يدعم طفل تاني. هذا الغايات والأهداف اللي إحنا عم نقوم عليها، أنه نجمع أكبر عدد ممكن من جدود الأمل لأجل نصنع البروكة بشكل مجاني كيف كان شكله بالسابق الطفل. والإمرأة، الإمرأة يوم تصاب بالسرطان بعد الكيماوي لازم يكون لها شكلها اليومي بين أطفالها، حتى الطفل نمنع عنه التنمر. كيف نقدر نساعد كل فئات المجتمع الطفولي، لأنه صحيح. إحنا كأطفال هم بحاجتنا أن نقدم كل الدعم للمجتمع. جيد. لينا، عند اختيارك كسفيرة بادرت إلى تنظيم حملة باروكة أمل، هنا تحديدا أود أنا وأيضا باقي المشاهدين أن تقربنا من أجواء هذا الحدث، كيف؟ أكيد، فحملة باروكة أمل هي أول حملة غادي نعملها مع منظمة حرير الدولية. صراحة فرحت بزاف حيت أنه كانوا بزاف ديال الناس اللي كانوا يجاو، هادشي اللي كيخليني نحس بالفخر، ناسيما أن الأجواء ديال هاد المبادرة هادي كانت مختلطة بالمشاعر، كانوا كاين بزاف ديال المشاعر مخلطين في هذيك المبادرة. فرحت باش انني شفت كاين اباء ماشيين بالاطفال ديالهم باش انهم يتبرعوا بالشعر ديالهم، حتى الاباء والامهات هما كيتبرعوا، كنبغي نشكرهم بزاف. ممتاز. هاد الاحاسيس اللي حسيتيها في هاد الحدث، كيف كانت هذه الاحاسيس؟ فيها فرح، فيها خوف، فيها ترقب، فيها شو؟ فيها هاد الاحاسيس شنو استشفيتي، شنو استنتجتي من هاد الاحاسيس؟ فيها امل، احساس بالامل، احساس ب... فقبل ما تبدا الحمله كنت دائما متفائله بالامل، حيت كنت عارفه انه غادي يجيو بزاف ديال الناس، حيت كنت ما كتعرفوا بلادنا واقي فيها الخير. وحسيت كذلك بالفخر حيت شفت بزاف ديال الناس جاو، فرحت وفكرت كذلك بان ديك الاطفال شنو غادي تكون رده الفعل ديالهم لانهم غادي يتوصلوا ببروكات مجانيه. فرحت لهم بزاف بالنسبه للاحاسيس اللي كنت فيهم، ويا الفخر الامل وكذلك السعاده. جميل جميل. سيد نهاد، غادي ننتقل لنقطه اخرى عندها علاقه بالارقام. قربنا أكثر من أرقام الإصابة بالسرطان في الأردن، كيف المؤشرات؟ هل هي مخيفة، مقلقة، مطمئنة بفعل ربما التقدم الطبي، بفعل الوعي الصحي أيضا؟ كيف هي الأرقام؟ الأرقام هي عن تزيد، الأرقام كل سنة عن سنة عم بتزيد، يعني من 20-30% من الأمراض، لأنه حسب نقول يعني الأكلات اليومية اللي عم بيكلوها جميعا مجتمعنا ومجتمع العالمي، وأضرار كمان من الحروب، وأضرار من الأجواء البيئية، يعني هاي برضو تحكم كل الأطفال وكل المجتمعات. احنا دائما يعني بننصحهم انهم يكون كل أكل صحي أحسن، يكون التجربة اليومية مع الإنسان الغير مريض، لازم دائما يفقد نفسه كل سنة، يفقد نفسه يعني يفحص. هذا احنا ننصح كل المجتمعات. موضوع كمان كتير مهم جدا، موضوع العلاج النفسي مع الأطفال والمجتمع، هذا شيء مهم نركز عليه، لأنه دائما الطفل المريض والإمرأة المريضة ما عم تسمع من الأهل البيت، عم بسمعوا من كل منظمة أو كل مبادرة أو كل نقول جمعية إنه تقدر تساعد كل هاي الفئات. اليوم ما عندهم إنه أهدافهم إنه بس بدهم لعبة أو بدهم مثلا فلوس أو بدهم ناس يهتم فيهم. إحنا اليوم دائما بنطلع على كبداية حرير دعمت 500 شخص فائدة لإلهم في باروكة الأمل. جيد. لكن سيد نهاد، عذرا على المقاطعة، فيما يتعلق بالأرقام،
هل لمستم تم التراجع في الأرقام أم تزايد؟ يعني هذا ما طرحته في البداية، يعني هذه الأرقام هل هي مقلقة؟ لا، هي هو غير مقلق يعني، بس هو لازم يعني عم بيزيد كل سنة من 20 ل 30%، عم بيزيد ما عم نقص، لأنه حسب البيئة وحسب الأكل اللي تمام. اللي دائما بتناولوه الآخرين. فهون احنا دائما بنركز انه من التوعية تبعتنا نركز على انه الأكل الصحي اللي دائما الناس والمجتمع انهم يقدروا نوعي اكبر عدد ممكن من هذا المجتمع. اكيد عم بيزيد، لازم انه احنا نعتني بأنفسنا، لازم انه احنا دائما نفحص نفسنا اكثر واكثر، نهتم بالإنسان اكثر. كل المؤسسات عم تساعد كل فئات المجتمع انهم يجوا يفحصوا نفسهم. دائما احنا مقدمين على شهر اكتوبر انه نقدر انه احنا هذا يوم التوعية العالمي، انه نقدر نوعي كل مجتمعات العالم العربي والدولي بنقول كعلاج مع الاطفال والمجتمع. اكيد. لينا، كيف يمكن لهذه المبادرة الإنسانية ان تعمل على ترسيخ مجموعة من القيم وحث المجتمع ايضا على تشجيعه في مجال التبرع، خاصة في صفوف الأطفال؟ لأننا يعني نعلم أن الأشخاص الكبار لديهم هذا الوعي، لديهم هذا المنسوب، ولكن بالنسبة للأطفال كيف يمكن أن تكون مثل هذه المبادرات مشجعة على التبرع؟ فكيف ما احنا كنعرفوا ان الطفل كيكون عزيز عليه شعره وما كيسخاش به ملي كيجي يقطعوا، هذا امر عادي. فإلا بغيناهم انهم يتبرعوا، بغينا زعما نزرعوا فيهم روح المحبه والعطاء، يمكننا غير اننا مثلا نعطيهم امثله، مثلا اننا نجلسوا معهم ونفهمهم ان كاين اطفال مساكن اللي ما عندهمش شعر، كاين اطفال لانهم كيعانيوا من واحد المرض، نفهمهم ان انتم الا تبرعتوا راه غادي تعاونوهم، غادي ترسموا الابتسامه في الاوجه ديالهم، نقدروا نوريهم امثله لهاد الاطفال هادو. نعم. وهيداك ما كتعرفوا الاطفال كاين اللي دغيا كتقنع، فهادشي اللي ما كيتقنعش خصو الدعم النفسي. رايك كيفاش يمكننا نقنعها؟ إيه عادي، هما الاطفال كيحسوا باطفال اخرين، فدغيا غادي يتقنعوا الى عاوناهم وفهمناهم ووريناهم امثله. وكذلك في مبادرات بحال هذه انسانيه، علاش لما يكونوا شي مسابقات تحديات تحفيزيه، يعني تكون مسابقه تحفيزيه باش انها تساعدهم باش انهم يتقنعوا وكذلك يتبرعوا. جميل. سيد نهاد، كيف يتم صنع هذه الباروكات ليس فقط دعني أقول لفائدة الأطفال مرضى السرطان، أيضا للنساء ولمرضى الحروق وأيضا ذا الثعلبة؟ طبعا حسب المعايير والمقاييس حرير الأمل من جدولة، إحنا بناخذ من 20 سنتي ل 60 سنتي، فهذا بصير فيه عليه حباكة الشعر بحسب المقاييس والمعايير العالمية اللي احنا عم نقوم عليها لأجل انه كيف كان شكله السابق. فالناس لازم تعرف انه هاي في لها معايير، في لها مقاييس، في لها مختلف الحياكة، مش الباروكة اللي عم تشتروها من الأسواق، هاي في لها مخصص حباكة عم تاخذ وقت طويل. واحنا من اهدافنا انه احنا ندعم من 100 باروكة ل 200 باروكة لكل الدول النائية الذي بحاجة إلى باروكة الأمل بشكل مجانا. فإحنا هنا يوم انطلقنا من المغرب الحبيبة أنه نقدر نوعي المجتمع أنه يدعمونا في جدولة الأمل بحسب المعايير والمقاييس. بقدر أي إنسان أن يدخل على صفحاتنا السوشيال ميديا، على الويب سايت، على الفيسبوك، إنستغرام، بقدر أي إنسان يطلب باروكة وأنه إحنا نقدم له إياها بشكل مجانا. فمن أهدافنا لحرير للمغرب أنه نعمل شراكات مع المستشفيات الذي يعانون من السرطان، إحنا نقدر مستعدين أنه إحنا نقدم لهم الباروكة بشكل مجانا. جميل. لنأتي طفلة، المبادرة موجهة بشكل خاص وبامتياز للأطفال، شو هي الرسالة ديالك للأطفال؟ أنت طفلة. الرسالة اللي كنوجهها لأطفال مرضى السرطان في الوطن العربي سواء كبار أو صغار، هاد الرسالة اللي كنبغي نوجهها للصغار خصيصا، هو أنكم خليكم متفائلين، خليكم دائما مبتسمين، ورا نتوما أبطال، والطريقة الوحيدة باش أنكم تنتصروا على هاد المرض هذا هو الابتسامة والأمل، وتخليكم دائما مبتسمين. ما شاء الله عليك. ملائكة الرحمن تحرسك لينا.
نهاد، ما هي الطرق لتلقي طلبات الاستفادة من الشعر المستعار يعني بشكل مجاني للمرضى؟ ما هي هذه الطرق؟ كيف يتم إيصالها إلى الناس المعنيين؟ نعم، احنا عندنا زي فورم تقدروا تواصلوا معنا على صفحاتنا، يبعثوا يعبوا الفورم كيف حالته الاجتماعية، بيقدر انه كمان انه يقدر يعبي طلب معين عندنا على الماسنجر، عنده زي فورم بيقدر يعبيه كامل، اسمه، عنوانه، البلد، رقم الهاتف، بصير في تواصل معه دايركت مع المريض ومنقدم له اياها حسب نقول حالته الاجتماعية، هل إنها بسيطة تقدم إله مجانا. إذا غير، إذا هو قادر على المساهمة بيقدر إنه يساهم ويحصل على الباروكة، لأنه عشان ما يأخذ دور غيره، وإحنا نقدر مستمرين. إحنا اليوم دائما من رؤية حرير إنه نلاقي كل المجتمع أن يدعم بشكل مادي، لو بدولار واحد بيقدر إنه يساعد، ونقدر إنه إحنا نكمل، بيقدر إنه إحنا كمان نظلنا مستمرين على مدار العام، على أن يكون في أطفال كثيرين أن ينصحوا وأن يدعموا المؤسسة. مشكورين أنتم كمان كإعلام، مشكورين أنتم أهل الرسالة، أهل الصدق، لأجل وصلوا رسالة لكل المجتمعات والعالم العربي. يعني أنا كثير سعيد ومبسوط أنه انطلقت من المغرب الحبيبة، أنه نقدر كمان نروح لكل المدن، لكل الأسواق والمولات عندكم، نقدم هاي الفكرة لأجل أنه نعمل أكبر عدد ممكن، لأنه خصلات الشعر هي قليلة جدا، فإحنا لازم أنه نوعي المجتمع لأجل أنه أكيد يقص شعره ويجيبه لمواقعنا اللي راح تكون موجودة في المغرب. تمام. لنا في حوار سابق صرحتي وقلت أنك ترغبين مستقبلا أن تدرسي الطب، لماذا هذا يعني هذا التوجه في هذا التخصص ديال الطب، وبالتالي كيف ستساهم هذه المبادرة في تحقيق الحلم ديالك أنك تحلمين أن تدرسي الطب؟ فأنا كيف ما كتعرفوا من الصغر ديالي وأنا كنوي العمل الجمعوي، فكيعجبني نساعد الناس، فعليها ملي كيسقسي شي واحد على شنو بغيتي تكون كنقول طبيبة، حيت مساعدة الناس داخلة في الطب حتى هي. ودابا زعما كل نهار كتبان لي شي حاجه جديده باش انني كنكتشف شي عمل جديد اللي يقدر يكون انه كيعجبني. فكيف ما كتعرفوا كل مره واش كنقول، مره كنكون طبيبه، مره شي حاجه اخرى. ولكن هذه المبادره هذه كتزيد انها تعطيني معلومات اكثر عن الطب في حسين اللي هو صغير، يعني كيعطوني معلومات اللي انا ما كنتش عارفاها على هاد الاطفال هادو وعلى هاد المرض هذا خصيصا. ولازال يعني هذا الحلم يراودك انك تكوني طبيبه؟ لازال ما يتغير؟ طيب سيد نهاد، كيف خرجت الفكرة إلى باقي الوطن العربي؟ يعني ربما برأيك يعني لن تظل محصورة فقط في الأردن، ستعمم في باقي البلدان الأخرى؟ أكيد إحنا دائما ندعم فلسطين، ندعم سوريا، ندعم مصر، ندعم ليبيا، ندعم العراق، احنا دائما مستعدين، وهي دائما حرير حد يعني يكون في كل دول العالم العربي، بس كانطلاقه كايفنت كاول مره بالمغرب كان، واحنا ان شاء الله متقدمين ان يكون في كل دول العربيه لاجل التوعيه الكثرى، لاجل نوصل نقول العدد الكافي لكل العالم. وهذا يعني عمل انساني، ما في اي اهداف شخصيه ابدا، لانه هو انبثق من الطفوله، انبثق من الأطفال، وهو حرير، هو حرير يعني صنع الأمل والحياة والعطاء لكل الأطفال اللي احنا بنساعد. واحنا فخورين جدا في لينا وكل اللي ساهموا معانا، واللي كل اللي أنجحوا هاي المبادرة في المغرب، يعني مشكورين، ومشكورين كل اللي يعني المتطوعين اللي قاموا معانا، ومشكورين كل الإعلاميين. يعني هدف رئيس الإعلام هو مهم جدا لتوصيل الرسالة حسب التكنولوجيا العالمية، انه كيف نقدر نوصل صوتنا لأكبر عدد ممكن من كل السوشيال ميديا، من الإعلاميين، من كل إنسان بيقدر أنه ينشر حرير عنده، وهي حرير دائما مع الطفل، ودائما وراء الطفل، ودائما متابعة مع الطفل ومع السيدات والأمراض الأخرى.
مش جيد. أعلم أنك تركت سيد نهاد قبل أن أنتقل لطفلة لينا، أعلم أنك تركت مهنتك كمصفف شعر وكرست كل ما تملك حاليا من وقت وجهد ومال لهذه المبادرة الإنسانية. ما هو طموح منظمة حرير في المقبل من الأيام؟ ما هي يعني تحدياتكم؟ أنا فخور، نعم أنا فخور بنفسي إني أنا دائما بمؤسسة حرير، وأنا عندي إصرار وعندي شغف ورح أضلني وراء الإصرار ليكمل لينجح. من أهداف حرير إنه أن يكون مصنع كبير جدا، أن يقدر أن يساعد كل الأطفال المجتمع. إحنا دائما يعني نأمل من العالم إنهم يوقفوا معنا وإنهم يدعموا هاي المؤسسة وأن تكون متكاملة جدا وأن تعمل مركز كبير كعلاج نفسي ومعنوي لكل الأطفال الذي بحاجة لنا جميعا. إحنا دائما مضطرين لنقدر نساعد هذول المجتمع. لينا، هل هناك، نحن كلنا نعيش على الأمل، هل هناك مبادرة أخرى قادمة لباروكة أمل؟ إن شاء الله، لما لا؟ فكيف شفتوا المبادرة اللي عملنا هذه الحملة باروكة الأمل اللي عملناها الأول مرة في طنجة، تلقت نجاح كبير، يعني جاوا الناس مختلف من المدن المغربية. فلما لا نزيدوا نعملوا هذه الحملة هذه في بزاف ديال المدن أخرى ديال المغرب، ولما لا إن شاء الله في الدول، حيت حنايا بغينا أننا نساعدوا هاد الأطفال هادو، وبغينا أننا نساعدوهم في أسرع وقت، وبغينا نفرحهم ونرسموا الابتسامة على الوجه. جميل. انتهيت مؤخرا بتصوير مشاهد فيلم قصير من إنتاجك الخاص، هو يعتبر هذا الفيلم هدية لأطفال مرضى السرطان. قريبين من هذا العمل الفني، شو الأهداف دياله، شنو تحدياته، شنو رهاناته، شو الهدف ديالك منه؟ نعم، كيف ما قلتي، هذا الفيلم هذا راه من الإنتاج ديالي 100%، وكذلك هديته لأطفال مرضى السرطان في الوطن العربي وكذلك في العالم. فهو واحد الرسالة اللي هي جميلة بزاف، واحد الرسالة فحالي غادي نقولوا لتوعية الناس، رسالة اللي هي مزيونة. ما بغيتش نحرقها لكم، ما تعطيناش الحصري مجتمع التحدي، ما تعطيناش الحصري. فواجهت فيها الصعوبات في التصوير ديال هذا الفيلم هذا، حيت حسيت بهذوك الأطفال. حسيت بالمعاناة ديالهم، كيفاش كيعيشوا الحياة ديالهم، صراحة ماشي سهلة. وأنا غير مثلت، يعني هذاك الشيء كان غير تمثيل سيما أنهما شنو كيعاني وديك الشيء. فأنا قريبا غادي ننزل هذا الفيلم هذا، نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم وينال الإعجاب ديال المجتمع المغربي والعربي. شكرا جزيلا لك طفلة لينا أكدور، نورتيني في البلاطو. شكرا، كنتمنى لك التوفيق، كنتمنى لك النجاح في هذه المهمة الصعبة الإنسانية النبيلة جدا. شكرا، نورتيني. شكرا. مرحبا. كما أشكر أيضا السيد نهاد دباس رئيس منظمة حرير، شكرا جزيلا، نورتنا، كنت معنا من الأردن. أشكرك على قبول دعوة برنامج مجتمع التحدي. شكرا جزيلا. شكرا جميعا. شكرا جزيلا. شكرا لفريق العمل، أيضا شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة. ألقاكم يوم الاثنين وتحدي جديد مع كامل أحبتي.